اول بطوله لعبتها مع الناشئين لما قالك بقى انتوا عندكم بطوله بتاعت منطقه القاهره، انت فاكر انت البطولات دي؟ اول بطوله كانت لعبتها كانت مين معاك من مجدي عبد الغني لعب معاك؟ كانش بيلعب خالص والهرينة كل شويه يقول لك الجول بتاع كاس العالم وهرانه. ابتدينا اتعرف عليه في الفرقه دي ويقول لي انا ساكن في العجوزه وانا اقول له ساكن في العجوزه، ابتدينا نطلع مع بعض بقى الرحله ان احنا نعدي الكوبري ونيجي جوه ماشي ماشي. بعد ما لعبت اول ماتش كان ليك في الجزيرة في الناشئين في على ملعب التيتش؟ لا بالملعب اللي ورا في نادي الجزيره. في نادي الجزيره، جزيره الجزيره سبورت، نادي الجزيرة. نادي الجزيرة مش مركز شباب الجزيرة؟ لا لا نادي الجزيرة. ده كان بقى كان ماتش، كان منطقة برضو، منطقة كان مين ومين؟ الأهلي ومين؟ الأهلي والجزيرة. الأهلي والجزيرة كان أيام عادل الكردي كانت فرقة كبيرة قوي في الجزيرة. بعد الماتش الكابتن عوضين قال لك إيه؟ بعد الماتش إيه ده؟ شال خالد الجندي وحطني مكانه. شال خالد الجندي وحطك مكانه سنتر فيرود. وقال لي انزل عايز اتفرج عليك النهارده وايدوني في المنطقه وبقيت. طب انت لما بدات ليفت ولا رايت؟ وينج رايت ولا سنتر فيرود؟ سنتر فيرود. 7-8 دقايق وجات لي عرضيه رحت اعملها بوش رجلي كده الخارجي جول. انا دايما لما بجيب جول ببص على الكوتش بتشوف رد فعله ايه، رد فعل الدنيا ايه، وبنط كده وما اعرفش ايه لقيته مبتسم. راح مخرجني تاني تايم. طيب مين اول واحد احنا كان بقى في الفتره دي كان مستر الدكوتي بيجيبنا ساعات، كنتوا بتمرنوا قبلينا الساعه 1 ايوه وبتخلصوا على الساعه 3 الا ربع او بعديكوا الساعه 5 او بعدين الساعه 5، بس انتوا كان عندكوا تمرين قبلينا. فجي مستر الدكوتي قام واخدني انا ومحسن صالح وطاهر الشيخ وكان زيزو ثابت الله يرحمه وكان مصطفى يونس او اكرامي حاجه زي كده يعني، وقال لي تعالوا هفرجكوا على لعيبه هيبقوا مستقبل النادي الاهلي. فاول ما شفناك في التقسيمه وحاجه زي كده بقى ايه، انت اتحمست قوي وخدت الكوره بالعنتريه بتاعتك دي ومعدي من واحد واثنين. انا مش بقول الكلام ده بس عشان هو موجود معايا، لا دي حقيقه، دي حقيقه انا شفتها قدام عيني، انا بقول لك دي شهاده للتاريخ. وخد الكوره من واحد واثنين وثلاثه وراح وقام مديها واحده دخلت في الحديده من جوه في الجول. فاحنا قلنا ده في لعيب صغير بالسن ده، كان سنك عندي 16 سنه ونص. 16 داخل 16 سنه. 16 سنه لا ده انا ساعه لما جيت حتى كان عندي 15 سنه. فمستر الدكوتي بيقول لي انت شايف، انت ابن مجنون انت شايف مين؟ قلت له كنت انت لابس كام؟ كنت لابس 11. 11 قلت له الرقم 11 ده. فضحك. بيسال ثابت قال له 11. بيسال طاهر الشيخ قال له طاهر الشيخ بقى قال له 11. طب ما تقول عربي يا عم طاهر. فالمهم طيب بعد ما انت في لعبت مع الناشئين وحققت اول بطوله، انا لعبت ماتش ضد الجزيره ده وما جيتش تاني. ما جيتش تاني فين؟ ما رحتش التمرين تاني ولا عملت ما جيتش النادي خالص؟ ايه اللي حصل؟ امي بقى قالت لي انت ما بتروحش المدرسه؟ ما بقتش اروح المدارس بقى ولا اطلع النادي في ايه؟ ما فيش. راحت جايه قالت لي لا في كوره ولا في اي حاجه، رايحين نلعب الترسانه في الترسانه، لقيتها واقفه جنب الاتوبيس واخداني ومروحه. والوالد كان عارف؟ كان عايش. لا كان عارف ان انت بتلعب كوره؟ عارف وهو اهلاوي قوي. فايه طنش. اللي هو عارف ومطنش. يعني مبسوط ومش فارقه معاه بس مش هيقول كوره. يعني كنت داخل الاعداديه بقى ف جه كابتن عوضين كلم سمير رسمي الله يرحمه فبيقول له فين الولد؟ قال له ده ما بيجيش بعد ما قيدت في النادي الاهلي. قال له ده ما بيجيش المدرسه، وامه جت هنا وقلبت الدنيا قال له لا 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 انا عايز والدته ونروح نتكلم معاها وما اعرفش ايه، احنا عايزين الولد ده. وجابني على ماتش اهلي وزمالك. كان في الملعب التيتش؟ كان في ملعب التيتش. الاهلي كسب كام فيه ولا الزمالك كسب؟ كسبنا 2-1. 2-1 كنا مغلوبين 1-0. وانا بقى اول ما بيجي فينا جون بتجنن، بستلم الكوره من تحت. انت كنت قاعد بقى والفرقه كلها تتفرجوا علينا. بقيت اخد الكره من ورا اروح بيها لغايه هناك. الماتش ده هو اللي دكوتي قال لك ده يطلع درجه اولى، قال لك ده لازم يلعب درجه اولى. وانت رحت واخدني من ايدي بعد الماتش وحاضني كده وجايب لي شوز فضل عندي، كان ضايق عليا، كان صغير عليا. جزمه من بتوعك او ما اعرفش بتاع مين. واول حد اداني هديه او انا عضدني او دفعني او كان مصطفى، كان خلينا بس نقولها كان كابتن مصطفى عبده. لا انا بص مع يا شريف، انا ايه
انا عشان كنت مقتنع بيك لا وان هتبقى لعيب ولعيب جامد انا ما اعرفش بس انت انك تاخد لعيب وتديله الدفعه خدت الحكايه دي مسؤوليه اكبر وانت حملتني انا قريب قوي عايز اشوفك بتلعب معانا ما اعرفش العب مع دي حقيقة. العب مع مين انا انتوا فين واحنا لا فين. انت كان مستواك بيؤهلك انك تطلع وذلك احنا اتكلمنا مع مستر ايدوكوتي ما كانش تفكيري يجيبني كان في لعيبه عندي 18 سنه 21 سنه فرقه الامل بتاعت طب الكابتن ما حكيتليش بس الكابتن عوضين قابل الوالده ولا لا قابلها ورجعوني ولعبت ماتش الزمالك ماتش الزمالك وكسبناه 2-1 وانت خدتني واديتني والدتك قالت لك بعد كده ايه لازم بين تروح المدرسه تروح المدرسه ومتفوق في المدرسه مع الكوره التفوق دي اللي هو انا طول عمري 76% 70% يعني انت معدي جامد قوي يعني يعني دي كبيري كنت ذكي يعني لان خدتها حافز ليك خدتها انك بتخش نادي الاهلي وبتتمرن في النادي بقى عندك كيان بقى عندك مسؤوليه في البيت حاجه ثانيه عندي ماتش النهارده ضد مصنع 36 يعني كنت بتحس بيها وانت في المدرسه انك بيلعب في النادي الاهلي بقى عندي اهتمامات دي اديتك مميز بقيت عندك حته تمييز كده انك انت عندك حاجه بتعملها وبتعملها فين في كيان كبير زي النادي الاهلي نعم يعني. فبقى اهتمامي اكتر اهلي بصوا لي ان هو صحيا وانا منتمي للنادي الاهلي هم فاهمين اكتر ما انا فاهم يعني ايه ابنهم موجود في كيان زي ده فبقوا يسكتوا وبعدين لما يبقى في ماتش اهلي وزمالك كان بيكتبوا علينا في الجرايد للناشئين اسم شريف عبد المنعم ده اول ما اتكتب في باراجراف صغير كده كتب اول واحد كتب عليها كابتن عادل القيعي لاني رحت منتخب ناشئين بقى مع كابتن فتحي نصير وبابي الالماني وسافرت بالطيارات على اثيوبيا وساحل العاج فبقى في حكايه وبعدين رحت السعوديه لعبت دوره حبيه كده وصداقه وديه عملنا كام ماتش هناك الناس فكان في كابتن مكاوي الله يرحمه كابتن احمد مكاوي ده كان ليه افضال علينا كاعي. بعد ربنا سبحانه وتعالى وكابتن عادل القيعي وكان كابتن صلاح حسني بيشتغل في السعوديه في الحرس ساعتها. الوطني هناك والثلاثه كابتن الله يرحمه حلمي ابو المعاطي كان موجود حلمي ابو المعاطي كمان اثنوا عليا بشكل جميل جدا وبلغوا طبعا رسائل من داري انا معاك وجي كابتن عادل القيعي راح كاتب عليا باراجراف كامل عند ابن جهينه كابتن احمد علام طيب انت لعبت شهر ونص في الناشئين بعد كده ضميت سنه الا يعني نص سنه ست شهور وجي كابتن عوضين طلع 18 سنه وكابتن سايس مسك 16 سنه كان عندي سنه 16 سنه تانية بس كنت بتلعب مع ال بلعب بقى 16 و18 طيب مجرد ما مين اللي بلغك وقال لك انك بكره هتتمرن مع الفريق الاول كان عندنا ماتش طلب هيديكوتي هورسد الصومالي وانت كنت مصاب عشان انت لعبت اللي هناك ولا لا ما افتكرش لا انا قعدت كان اول بطوله افريقيه بنلعبها لا في الصومال لعبت اللي هناك لعبت اللي هناك وتعادلنا 1-1 طبعا قالوا لي قبلها انت هتسافر معانا كان 76 قالوا لي انت هتسافر معانا فجي ماتش عملوه ماتش عشان يتفرجوا عليا ماتش بقى اللي بيتعمل بعد ما رجعنا منتخب ناشئين ضد النادي الاهلي بعد ما رجعنا قبل ما تسافروا كانوا بيتفرجوا عليا انا قبل ما نسافر ولما رجعنا قبل ما تسافروا فحصل مشاكل بيني وبين حمدي جمعه وبين جمال عبد العظيم في الماتش ايه بقى المشاكل دي اللي حصلت بقى انت عارف ان انا باخد الكره وبعدي وممنوع ان انت تروح على لعيب كبير وعايز ترقصه او مش هتهزه قدام بالظبط كده كوتش بس انا بقى ايه انت ما حسيتش بقى فرصه جات لك اي فرقه ما بتفرقش معايا لا لازم فرصه وجات لك بقى عاوز ابين طلع كل عندي انا بلعب مع المنتخب يبقى منتمي بلعب مع الاهلي استحاله حد ما كسبش ازاي يعني كويس فدي كانت نزعه فيا وزادت طبعا لما دخلت النادي الاهلي كويس فخدت مع حمدي جمعه مشوارين كده وحب يديني بالكوع رحت مصدر له رجلي طار في التراك حصلت عفاره هيديكوتي بص كده قال لك مين هو هناك كده قالوا له حمدي جمعه قال مين هو قال الولد الصغير اللي انت بتتكلم عنه اسمه شريف قال هو لازم يلعب درجه اول هو اضرب حمدي جمعه هو لازم يلعب درجه اول بس اني ما ضربتناش كمان كنت تلعب منتخب من بدري ترى بقى كابتن جمال عظيم يحس ان انا داخل ولا ايه ولا هو عارف بقى لا وجمال بيصدر وجمال كان مغضوب عليه وراح طالع لي بقى وبيديني بكعان بلعب باك وبلعب وبالكوع في وشي ده الكلام ده اللي شريف بيقوله ده بيحصل في التمرين عشان كده كنت تلاقي فرقه النادي الاهلي في المباريات مفيش رحمه مفيش. اللي بيحصل في التمرين هو اللي بيحصل في المباراه وحصلت مشكله بيني وبين الفرقه
وانت لسه اول مره. اللعيبه حطيتني في دماغها وخدني بقى سحبني كابتن فؤاد شعبان. انت بتعمل ايه؟ انا ولا انا داري انا بعمل ايه ولا انا بلعب تبع المنتخب، كنا بنبات في اتحاد الكوره ايام. قلت له ايه بلعب اعمل ايه يا كابتن؟ عملت ايه؟ مش إيه؟ انت كنت هتسافر معانا الصومال بكره، انت مش عارف الماتش ده كان معمول عشانك، روح اتخانق مع اللعيبه هتسفرك، روح بقى دلوقتي لما نشوف هنعمل ايه لما نرجع. وراح واخد جمال عبد الحميد. كان حاطيني انا وجمال عبد الحميد ومجدي عبد الغني ستاند باي. لا في القائمه الافريقيه. ايوه بس احنا الثلاثه بس واحنا ما نعرفش. ما كناش نعرف. اتأيدتوا في القائمه الافريقيه. احنا ما نعرفش. وراحوا واخدين جمال عبد الحميد معاكوا على الصومال. اتحط بره السكور يعني ما اتحطش في السكور. كان موجود معانا في ال بس بره من بره 16 مش بس ما لعبش انت معانا الصومال انت. انا ما لعبش لا جيت هنا بقى ما رجعت. جه كابتن فؤاد شعبان. فؤاد شعبان كابتن عزت. جابوني كده بتمرن مع فرقه 18 سنه. قالوا لي انت مش هتلعب الماتش بتاع 18 سنه ده، انت هتيجي بكره تتمرن معانا الصبح ويوم الجمعه ان شاء الله هتبقى موجود معانا. انا بصيت قلت حاضر يا كابتن، وانا بقى ماشي كده قلت يا ليله مش فايته.